السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وحضراتكم طيبين. مولد النبي خلاص قرب، يعود عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات يا رب. هنعمل ان شاء الله حلاوة المولد، مولد النبي طبعا لازم ناكل فيه حلاوة المولد، ونظرا لارتفاع الأسعار بتاعتها هنعملها في البيت، وهي أصلا سهلة جدا ومقاديرها متوفرة في كل البيوت. النهاردة بإذن الله مع بعض هنعمل السمسمية والفولية. المقادير دي تقدري تعملي بيها أي نوع مكسرات أنت بتحبيه بنفس المقادير دي. هنقول بقى المقادير مع بعض. عندي هنا كوباية من السكر، الكوبايات المعيارية، لو مش عندك تقدري تستعملي كوباية الشاي العادية، بس هي الكوباية اللي تعايري بيها كل حاجة، تمام؟ كوباية من السكر، نص كوباية من عسل الجلوكوز أو عسل النحل الأبيض، وعندي هنا نص كوباية من المية أنا معايراها بالكوباية المعيارية دي هنا، وعندي عصرة ليمونة ورشة ملح عشان تبرز جمال الحلاوة، لما تيجي تاكليها تحسي طعمها حلو، بتعمل توازن قوي في الطعم. وعندي هنا رش كيس فانيليا بتحطه، وثلاث كوبايات من السمسم معايراه بالكوباية المعيارية، وزي ما قلت لك تقدري تستعملي كوبايات الشاي العادية. ده متحمص، لو انت عندك السمسم ابيض تقدري تحمصيه عشان احنا لازم هنسخنه، نديله تسخينة قبل ما نحطها على السيرم اللي احنا هنعمله، وهقول لكم ليه. اول حاجه بنعملها يا جماعه قبل ما نشتغل على البوتاجاز، بتجيبي القالب بتاعك، اي قالب بقى انت تحبيه، تدهنيه زيت كويس جدا زي ما انا عامله كده، تبطني زيت او في الاول، وبعدين تحطي ورقه الزبده كده عليه، ومن كل الجوانب تدهني زيت وتلزقي كده ورقه الزبده زي ما انا عامله. شايفين لازقه ازاي؟ عشان انا حاطه زيت، فمش هتضايقك وانت بتفردي الحلاوه في الصينيه. وبعد ما تحطي ورقه الزبده تروحي دهنه بفرشه كده زيت من كل الجوانب عشان ما تلزقش منك اهو. ودي اهم خطوه، ودي اول حاجه بنعملها عشان الموضوع ده محتاج سرعه. اي قالب انتوا عاوزينه بقى، يلا بقى عشان نروح على البوتاجاز نشوف باقي خطواتنا. اول حاجه هنعملها، حطينا السمسم في طاسه كده، لو ابيض تحمصيه لحد ما السيرم بتاعك يتعمل، او هتديله تسخينه، وده لازم وهقول لكم ليه. تنزلي بقى بسم الله بكوبايه السكر، وعليها نص كوباية من المية، وهنحط نص كوباية من عسل الجلوكوز اهو. شايفين هو تقيل ازاي ولونه عامل ازاي؟ بيتجاب على فكرة من عند العطار او مستلزمات الحلواني، وسعره على فكرة مش غالي، هو بس سميك شوية وعلى نار هادية، مشويش خالص. انا يعتبر نزلت الكمية بس ايه مش مشكلة اهو، تمام. قلبي كده، انزلي بقى بالفانيليا كله على بعضه هتحطيه، طبعا الفانيليا بتدي ريحة حلوة، وذرة الملح، خلاص علي بقى كده، وعصر نقطتين ليمون بالعدد، يعني هو بصوا مش مكملة العصرة يعني بتاعت النص الليمون، حاجة بسيطة خالص. تقلبي كده بشويش عشان ما يسكرش منك، ما تحاوليش تنزلي سكر من تطلعي قصدي سكر من على الجوانب، بشويش خالص تدوبي كده العسل الجلوكوز مع السكر، وعلى نار متوسطة مش نار عالية اهو. بدأ يغلي اهو زي ما انتم شايفين، بشويش خالص بتقلبي هو على نار متوسطة. تعملي ايه بقى؟ بتجيبي سلطانية جنبك زي ما انا جايبة كده اهو، وتحطي فيها مية متلجة خلاص، وتخليها جنبك عشان هوريكي مراحل تسويه العسل وازاي خلاص نعرف ان هو استوى. بتجيبي بقى على العين التانية هنا طاسه، بتحطي فيها السمسم، لو مش متحمص تقدري تفرديه في صينيه وتحطيه على الشوايه يتحمص، او تحمصيه كده في الطاسه. انا هنا جايباه متحمص بس بديله تسخينه. ليه بنديله تسخينه؟ هقول لكم بقى. لان يعني هو بيكون ساقع، هتيجي تحطيه على السيرم هيمسك على طول، احنا مش عاوزينه كده، عاوزينه يبقى دافي شويه واحنا بنحطه عشان يبقى لين معانا وحلو واحنا بنفرده. فدايما بنديله تسخينه كده قبل ما بنحطه على السيرم، يعني احنا شغالين في السيرم كده بتاع الحلاوه، نقدر ان احنا ايه نديله تسخينه كده، وايدك ايه تفضل تقلب فيه على نار هاديه خالص، على اهدى عين عندك، انا موطيه العين خالص وبفضل كل شويه اقلب فيه، مجرد ان انا بس اجس كده الاقي ان هو سخن دافي اروح حطاه. خلاص يبقى كل الخطوات اهي قدامكم، هستنى بقى ده اما يبدا خلاص يستوي وهوريكم مراحل ازاي نعرف ان هو استوى. خلاص زي ما انتم شايفين، عاوزين بقى نشوف دلوقتي. بتجيبي حبه كده تمام، ركزوا بقى معايا، وتنزلي كده ايه في السلطانيه اللي فيها الميه الساقعه، خلاص لسه سايله اهي، شايفين
ما ربطتش، ما عملتش كوره. لازم تعمل كوره كده اهي، لسه سايله. شوف كده بايدي اهو، اهو لسه، ده لسه سايله. يبقى هي كده لسه ما عملش، ما استواش، ما عقدش الشربات. خلاص لسه واحده واحده كده، هوريكم بس مراحل التسويه وعلى نار هاديه زي ما احنا بنعمل كده اهو. خلاص ارجع بقى المعلقه تاني ونشوف، لسه هنستنى نقلب. اهم خطوه انك انت لازم يعمل اول ما المعلقه وفيها السيرم يتحط في الميه الساقعه لازم يعمل كوره معاكي، يبقى هو كده استوى ومية مية. هنشوف دلوقتي، هناخد جزء جزء كده ننزل في الميه اهو، دي ميه ساقعه يا جماعه. نبدا نشوف كده، نلم، استنى بس شويه عشان هو سخن، حط تاني لم معاكي اهو. شايفين المعلقه بقى عامله ازاي؟ الخطوه دي مهمه جدا تعرفي اذا كان استوى ولا لسه. شويه اهو سايل شويه، حاجه بسيطه يعني دقيقتين وهنرجع تاني نشوف. انا بس حبيت اوريكم المراحل كلها بالظبط. خلاص هنشوف بقى المره الاخيره، حط هنا اول ما تبدا تمسك، بس هي الميه شايفين يا جماعه، كل لما هتلاقيها عايزه اوريكم بس تطلع من الماء. خلاص اهي بقت كوره اهي، تمام شايفينها، تقدري ايه تقدر تمسكيها وتتشكل كده. خلاص تمام، هنعمل ايه بقى؟ هنقفل وننزل بسم الله كده، بسم الله بالسمسم الدافي يا جماعه. ولازم وباكد على الموضوع ده، اي نوع مكسرات انتوا هتستعملوه لازم تدوله تسخينه، لا في الطاسه لا في الشوايه. خلاص شايفين بقت عامله ازاي؟ الموضوع ده بقى عاوز سرعه، يلا بقى عشان نجهز على الصينيه، يلا معايا. بعد كده بقى هننزل في الصينيه اللي احنا دهنينها زيت، شايفين اهو كل ده سرعه جدا. نزلي بقى الكميه كلها عشان هي سخنه، نزلت خلاص الكميه كلها. ابدأي بقى ايه، تدهني كده المعلقه بالزيت وتفردي، مش هتلاقيها تلزق معاكي، تفردي بقى على قد ما تقدري. انا ايديا ممكن تتحمل الحراره عادي مفيش مشكله، بس لا سخنه الصراحه. اهو تبدأي توزعي بقى في كل الاركان اهو، السمك بقى اللي انت بتحبيه، عاوزاها رقيقه عاوزاها سميكه شويه براحتك. ابدأي كده اهو، معاكي تفرد معاكي وهتبقى كويسه جدا. جيب المعلقه الاكبر سهل عليا، شايفين مش لازم تتفرد في الصينيه كلها لان هتبقى رقيقه جدا، يعني احنا عاوزين السمك بتاعها متوسط لا سميكه. وتبداي من هنا كده شايفين، اهم حاجه تدهني، اذا كنت هتفردي بالنشابه برضو هوريكي، ادهني النشابه اهي، تدهنيها زيت كده بايدك لو عندك نشاب اهو، وده الافضل اهو، هتسوي معاكي وهتبقى كويسه جدا، هتخلي كله مقاس واحد اهو. ايدي كده بسوي، شايفين، بعدين نطلعها بقى عادي جدا على الرخامه، وده اللي هيبقى افضل وانت بتقطعيها. تقطعيها امتى بقى؟ وهي كده لينه، شايفين طلعت مظبوطه جدا، سمك بقى اللي انت تحبيه وهي لسه كده بقى طريه. تبدأي بقى ايه، بسم الله تقطعي اهو. في بقى اسهل من كده، جميله جدا وسهله، اي نوع مكسرات انت تحبيه. بصي انا هاخد كده، هنسوي الجوانب اللي بتبقى من جنب كده عشان تطلع الايه القطعه معاكي متساويه، اي بقى سمك انت تحبيه. شايفين وهي عشان طريه بتتقطع معاكي بمنتهى السهوله، برضو
اول ما تحسي ان بدات تلزق كده ادهني السكينه زيت، بس حاسبي على ايدك هي بس عشان سخنه، ما تقلقيش من اي حاجه اهو كله هيتظبط اهو خلاص اهي شايفين يا جماعه تطلع بمنتهى السهوله حلوه جدا جدا. وطبعا الحروف دي خلاص دي اللي احنا ايه طبعا بتتاكل بقى ادي الشكل اهو شايفين جمالها، بسيطة وسهلة جدا وسكرها مظبوط لا زيادة ولا قليل، مظبوطة جدا. ريحتها كمان حلوة عشان شعرة الفانيليا اللي احنا حطيناها. هنسيبها زي ما هي كده، على فكرة بتطلع بمنتهى السهولة اهو، بس انا تشيلي كده ورق الزبدة بتطلع يا جماعة، بس هي لسه طرية. هنسيبها احنا خلاص قطعناها كده، هنسيبها بقى تبرد لحد ما نعمل الفولية. هنعمل مع بعض دلوقتي الفولية. دول تلات كوبايات من الكوبايات المعياريه دي او كوبايات الشاي العاديه من الفول السوداني غير مملح. خلاص هنديله بس التسخينه ونحمصه كده شويه، ولازم زي ما قلت لكم لازم الحاجه تكون سخنه. وبنفس الخطوات هننزل هنا بسم الله بكوبايه السكر، هو نفس المقادير. واي نوع مكسرات زي ما قلت لك هتنزلي هنا بنفس النوع بنفس اسفه المقادير خلاص. وهتنزلي هنا بنص كوبايه من العسل الجلوكوز او العسل الابيض. طبعا هو يعني في ناس بتحب تعملها بالعسل الابيض، بس هو المتعارف لما بتتعمل في المصانع او كده بتتعمل بعسل الجلوكوز. وعلى نار متوسطه. وهننزل بالفانيليا تدي ريحه حلوه. نفس الخطوات هي هي، رشه الملح وعصره الليمونه اهي بالعدد. وهسيبهم بقى كده لحد ما ايه يدوبوا، نحاول ندوب كده بشويش ما نطلعش سكر على الجناب عشان ما يسكرش مننا. هنشوف دلوقتي الاخبار ايه وبنفس الخطوات. انا حطيت هنا شويه في المعلقه وننزل كده ونشوف لو لمت. خلاص لمت بقت زي الفل اهي، تقدري انك انت تشيليها كوره اهي، ده اللي انا باكد عليه كده هو ناجح جدا ومية مية. خلاص كده تمام، نقفل بقى وهننزل بالسوداني السخن ونقلب بسرعة. وعلى فكرة اي نوع مكسرات هتستعمليه لازم يا جماعة هتديله تسخينة كده حتى لو متحمص. خلاص اهو قلبي بقى كده كله في بعضه ويلا بسرعة بقى على الصينية بتاعتنا. ننزل بقى بسرعة كده، ايدك تكون سريعة عشان ما تجمدش. ننزل بالكمية كلها شايفين، برضو تنزلي كده بمعلقة تانية. وهو سخن تقدري انك انت تشكليها عادي جدا معي. ونبل المعلقة زيت ونعمل كده، نفرد برضو بالسمك اللي انت تحبيه بسرعة، بس اهم حاجة طبعا هي الكمية قليلة هنا على الصينية، حاولي انك انت تظبطيها. نفس الفكرة التانية بالظبط بتاعت السمسمية واي مكسرات تتعمل بالطريقة دي. زيت اهو، هنفرد بس الاول بالنشابة كده، وده الافضل والاحسن تتكي كده تبقى معاكي كلها سوا واحد. مش بقى بايدك اهو، هي اصلا بردت يعني مش سخنه السخونيه اللي ايدك ما تتحملهاش. تسوي كده تطلع معاكي مستويه وحلوه بايدك، على قد ما ايدك مش مستحمله الحراره. خلاص زي ما قلت لك بالنشابه تتكي دي. خلاص سويتها، نطلع بقى زي ما عملنا عشان تقدري تتحكمي الاحسن كده على الرخامه عشان تقدري انك انت تقطعيها كويس. تقدري بقى تعملي اي كميه انت تحبيها وبايدك كده تسوي اهو.
وهي بقى طريه كده، تقدري انك انت بقى ايه تقطعيها وما تسيبيهاش، تنشف. تبلي بس السكينه بالزيت، انا هعملها بس كده بالعرض عشان تكون ايه اهو منتهى السهوله تقطع معاكي الحجم بقى اللي انت تحبيه. فيها حاجه بقى جميله جدا، كفايه انك انت عاملاها ومضمونه ونظيفه، شايفين اهو تقطعي كده، شايفين بتتقطع ازاي. التكه هنا بقى انك انت ما تسيبيهاش تنشف على ورق الزبده، اول ما هتيجي تشيليها هتبقى ورق الزبده لازق فيها. يعني انا السمسميه مجرد ما خلصتها خلاص طلعتها بشويش كده وسبتها تنشف على طبق التقديم، تبقى معاكي حلوه جدا. اوعي تخليها تنشف منك على ورق الزبده، هي وهي طريه كده قطعي وخرجيها بشويش كده هتطلع معاكي ممتازه. هي بس لسه تمسك نفسها شويه وبعد كده هطلعها بقى واقدمها لكم. وادي الشكل النهائي يا جماعه للفوليه والسمسميه، شايفين شكلهم حلو ازاي؟ كفايه النظافه، كفايه الجوده، انت اللي عاملاها وهتوفري، جميله جدا. اهم حاجه بس التكه اللي انا قلت لكم عليها، ما تسيبوهاش تنشف على ورق الزبده، وهي طريه قطعيها وهي طريه برده تطلعيها من على ورق الزبده، هتطلع معاكي بمنتهى السهوله، لانك لو سبتيها تنشف هتلزق في ورق الزبده. انا اهو قلت اهو، شايفين جميله ازاي؟ وسبتها بقى تنشف شويه. احلى حاجه تعملي كل حاجه في البيت بتبقى جميله جدا للولاد وانضف واوفر كتير من بره. عاوزه اوريكم برده السمسميه عشان انا يمكن عاملاها الاول. بصوا ناشفه ازاي وجميله، بصوا السمك بتاعها حلو ازاي. تقدري تتحكمي بقى في السمك اللي انت عاوزاه اهو، شايفين يا جماعه. اي نوع مكسرات انت تحبيه اعمليها، سكرها مظبوط جدا على فكره، لا مسكره زياده، شايفين عامله ازاي، وبالف هنا وشفا. كل سنة وحضراتكم طيبين، تنسونيش بقى في اللايك والشير ودعوة حلوة، وإلى اللقاء في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.